ولسه مكملين معاكم في حلقة جديدة. وارقام تلفوناتنا هي 2-18-10-866، الاسم اس 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 99. ومعانا الدكتورة اسراء منصور، اخصائية التغذية العلاجية والتخسيس. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا استاذة هند. بصي بقى، اكتشفت ان موضوع السمنة الموضوعية او التخسيس عامة موضوع صعب. يعني لو في حتة مضايقاكي في جسمك، لا، هي الموضوع بياخد وقت كبير، تفكير، ساعات الناس بتخش في اكتئاب. بصي، احنا خلينا الاول نفصل بين نزول الوزن بشكل عام في الجسم كله وبين ان احنا بنخسس منطقة معينة في الجسم. دي ليها مدرسة وطريقة في الشغل، ودي ليها مدرسة تانية وطريقة في الشغل. تمام. لما بنشتغل على منطقة معينة فاحنا بنخسس المنطقة دي بس، يعني هتلاقي الوزن ثابت ولكن المنطقة دي خست في المقاسات او نزلت في المقاسات. لكن ما ينفعش اشتغل على الاثنين، اخسس وزن. ممكن نشتغل على الاثنين مع بعض. يعني نشتغل جلسات على المنطقة اللي احنا عايزين نخسسها، سواء بقى بطن، ارداف، دراعات، على حسب بقى الجيناتكس بالوراثة الشخص ده بيتخن من انهي منطقة، او الدهون بتتراكم في انهي منطقة في جسمه. في ناس بالوراثة تلاقي الدهون ظهرت في ظهرهم ما عندهمش بطن. في ناس ظهرت في رجليهم ما عندهمش بطن. في ناس عندهم بطن بس رجليهم رفيعة جدا. في ناس بيطلع لهم، في ناس بيظهر في الدراعات، وتلاقي بقى جسمهم كويس جدا، فبتبقى مدي لهم عرض في الشكل كده، تحسهم ان هم عريضة كده في اللبس مثلا، تعمل لهم مشاكل في مقاسات اللبس. دي بيبقى الجلسات دي هي الحل والعلاج ليها، لان مهما خست في الوزن هتفضل برضو بالنسبة والتناسب لبقية الجسم هتفضل برضو المنطقة دي بارزة وعمل لها مشكلة. يعني انت دلوقتي لما بيجيلك حد وعايز، يعني كسمنة موضوعية يعني، وعايز يخسس منطقة معينة، انت بتجيبي بقى التاريخ العائلي كله. بالظبط. احنا بنشوف مثلا عيلة الاب او عيلة الام، او الام نفسها او الاب، بيتخنوا من انهي منطقة، وهتلاقي الاولاد بياخد من مين اكتر جيناتك، من الام ولا الاب؟ اللي جيناته اقوى. مش لا بجد والله. لا والله، على حسب. يعني ممكن تلاقي في نفس الاسرة مثلا حد اخد من عيلة الاب وحد تاني اخد من عيلة الام. يعني هي ملهاش قاعدة ثابتة. على حسب هو واخد الجينات من مين. ده بالنسبة للتخسيس الموضعي. ليه بقى حاجات كتير قوي، يعني ليه أجهزة زي إيه؟ لو بدأنا بأول حاجة اللي بتجيب مفعول، يعني من الآخر، وهل دي بتبقى مناسبة للكل؟ اللي من الآخر خالص طبعا حقن الميزوثيرابي، دي الأقوى حاجة. بس طبعا مش أي نوع، لأن في أنواع بتعمل مشاكل ممكن نقعد نعالجها سنين. يعني في أنواع ميزوثيرابي مضروبة ومش أمنة ومش مصرحة من وزارة الصحة، ممكن تعمل مكان الحقن خريج نيكروز. خبر أبيض. ونقعد بقى نعالج فيها. ممكن تعدي السنة ان احنا بنعالجها بسبب ان هم الدكتور اللي حقنهم، او في ناس كمان. الحقن الميزوثيرابي دي في متناول ايد الجميع ولا غالية برضو؟ على حسب برضو النوع. بس يعني في الغالي مش غالي قوي برضو، يعني في متناول الايه، متناول الايه، يعني كل طبقه وليها الكويس برضو بتاعها. يعني مفعول الحقن الميزوثيرابي دي بتظهر بعد قد ايه؟ لو نوع كويس قوي من اول جلسه بتلاقي فرق. لو نوع كويس قوي. ليه اي اعراض جانبيه؟ ممكن، لا ممكن يقعد فتره. ليه اي اعراض جانبيه؟ ممكن الم مكان الحقن، حرقان، احمرار، ودي اعراض طبيعية جدا وبتروح خلال مثلا يومين ثلاثة من الحقن. لكن طبعا المشاكل بقى او المضاعفات بتاعت الانواع اللي هي غير صحية، دي بقى اللي بتعمل مشاكل كبيرة. طيب، يعني دلوقتي اول حل لعلاج السمنة الموضوعية الميزوثيرابي، بس ده بالنسبة للناس اللي بتستعجل، اللي هي يعني عروسة وفرحها قرب. واحدة مثلا بتزهق عايزة تنجز، عندها فرح اخوها قرب، عايز يلبس فستان معين، او حد مثلا عنده انترفيو وعنده بطن فمش هيعرف يلبس البدلة كرسي.
لا مهما كان مش هيبقى بنفس لا الموضوع. طبعا لا. طيب ارقام تليفونات 19 18 10 8 66، الاس ام اس 1 9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. يعني احنا اتكلمنا عن السمنه الموضعيه، واول حاجه ليها علاج الميزوثيرابي وايه تاثيره وايه يعني الاثار الجانبيه ليه. برضو هنروح نسمع الاغنيه الجايه ونرجع تاني نكمل في نفس موضوعنا السمنه الموضعيه. لسه مكملين معاكم في حاله جديده، وارقام تليفوناتنا هي 2 18 10 8 66، الاس ام اس 1 9 9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90، ومعانا الدكتوره اسراء منصور اخصائيه التغذيه العلاجيه والتخسيس. دكتوره اسراء، يعني اتكلمنا عن الحقن الميزوثيرابي، ويعني حتى انت قلتي لي ان هي في متناول الجميع حتى لو احنا هنجيب النوع اغلى نوع. بالظبط. ايوه. طيب هل هي تنفع للجميع؟ يعني مثلا طفل مثلا عنده، في اطفال دلوقتي بيعاني من السمنه الموضوعيه؟ لا طبعا في ناس كتير جدا ما ينفعش تتعامل معاهم زي الاطفال. طبعا ممنوع معاهم اي جلسات خالص. الاطفال احنا بنمانج الموضوع معاهم بالرياضه. الاطفال هو سن كام؟ وتنظيم الاكل لحد سن البلوغ. لحد سن البلوغ. رياضه وتنظيم اكل بس. برضو اللي ما ينفعش يتعامل معاهم الجلسات دي الحوامل، مرضعات، اللي عندهم مشاكل في الكبد والكلى لازم نعمل تحاليل قبل ما نبدا الجلسات دي، وظائف كلى ووظائف كبد علشان نتاكد ان الدنيا تمام ما يحصل لهمش اي مشاكل. لو حد يعني بعد الشر عن الجميع عنده كانسر ما ينفعش برضو. الضغط والسكر لو اندر كنترول تمام، لكن لو في مشاكل تانية او المريض مش عارف يسيطر عليهم او مش منتظم على العلاج. يعني ممكن يكون عنده ضغط وسكر بس هو عارف يسيطر سواء بالادويه، يعني القياسات بتاعته كويسه، التحاليل بتاعته كويسه، مع العلاج كل حاجه مظبوطه ممكن نعملها عادي. لكن لو طالع نازل مثلا الضغط او السكر التراكمي بتاعه عالي او القياسات بتاعته اليوميه عاليه، لا ده ما ينفعش خالص نعمل معاهم اي نوع من انواع الجلسات. وطبعا بيبقى تحت استشارة الطبيب. طبعا الطبيب الخاص بي انا برجع له الاول واسأله ينفع نعمله ولا لا، حتى لو under control. يعني مفيش دكتور بيشتغل لوحده كده. اللي يناسبني ما يناسبش غيره. طبعا. طيب ده بالنسبة للميزوثيرابي. في دلوقتي اللي هي جلسات الليزر، برضو دي منتشرة بقى لها فترة طويلة جدا. الليزر؟ الليزر. بصي هو الليزر مش بيستخدم في التخسيس. ده شق التجميل. ايه الجلسات دي؟ لا في جلسات بقى كافيتيشن، كرايوثيرابي، راديو فريكوانسي. الكافيتيشن ده بيفتت الدهون عن طريق التسخين. الكرايو بيفتت الدهون عن طريق التجميد. يعني في تجميد وفي تسخين. وفي تسخين. ونتائجهم برضو كويسه، بس طبعا يعني دول في الكاتيجوري اللي بعد الميزوثيرابي. يعني الميزوثيرابي هو نمبر 1. يعني دي من رايي ومن مدارسي انا. يعني في مدارس في دكاتره بتحب الاجهزه وفي دكاتره بتحب جلسات الميزوثيرابي. بس مثلا لو حد عنده فوبيا من الحقن وبيخاف خلاص نعمل معاه جلسات، لكن لو حد مش بيخاف انا بفضل طبعا الاول الميزوثيرابي، وممكن نستخدم الاثنين مع بعض. يعني ما بين مستعجل. بالظبط. تاثيرهم بيظهر بعد قد ايه؟ احنا هنرجع تاني بقى، لو نوع الميزوثيرابي في ماده الديوكسيكوليك اسيد ده احسن نوع، وهتلاقي نتيجه من اول جلسه. يعني على ما يجي ميعاد الجلسه اللي بعدها تلاقي فرق في المقاسات. ميعاد الجلسه اللي بعدها قد ايه؟ على حسب بقى كل نوع. ده كل شركه هي اللي بتحدد كل جلسه قد ايه على حسب المنتج بتاعها والحاجات اللي موجوده جوه المنتج بتاعها. في شركات كل شهر، وفي شركات كل شهرين، وفي شركات كل اسبوع، ودي من النوع الرديء اللي كل اسبوع ده لا ما بيجيبش نتيجه. لا ده بالنسبه لجلسات التخسيس الموضعي. بيجيب نتيجه مع كل الناس؟ يعني انت اكيد قابلك ناس كتير وموضوع السمنه الموضعيه ده موضوع طويل، واكيد كل الناس عندها مشاكل او يعني معظمهم. بيجيب نتيجه لو محافظ على الاكل. يعني يعني مش معنى كده ان انا اروح يعني مش ابقى انا بفتت الدهون وهو بياكل فرايد تشيكن وبطاطس محمره وطعميه طيب يعني ده هيخلينا نتكلم في شق تاني، ان بجانب كل ده لازم يبقى في نظام هيلثي. او أيوة. لايف ستايل. طبعا. لان ما نبقاش احنا بنعالج حاجه وانت بتبوظها من الناحيه الثانيه، فانا ببقى يعني بمشيهم على نظام غذائي صحي مع الجلسات. نظام غذائي صحي ولا
نظام تخسيس صحي؟ لا، نظام غذائي صحي. اللي هو ايه بقى؟ انت هتاكل حته جبنه قريش 10 جرام؟ لا لا، بس في ناس مش بتحتاج ان هي تخس في الوزن، فانا ليه اخسسها في الوزن؟ بس بخليها تاكل اكل نوعه صحي، نوعه صحي. ما هو معلش برضو دكتورة إسراء، انا لو انا مسكت نفسي مثلا مدة اسبوع مش هقدر امسك نفسي الاسبوع اللي بعد. هو بيبقى لو تعود. مسكت نفسي لمدة شهر، ما هو مش حرمان. احنا بس بعلمهم ياكلوا بطريقة صح. يعني بدل ما يقلوا يشوها، بدل لو نفسه في حاجة قوي يعني من الحاجات اللي بتبوظ الدنيا خالص وغير صحية، ممكن مرة في الاسبوع من نفسه حتة صغيرة كده يدقها. لكن ما يبقاش ده اللايف ستايل بتاعه، ان هو على طول اكله كله غلط وغير صحي. لان بالتبعية لو هو مثلا اب او ام، ولادهم هيطلعوا زيهم بالظبط، الولاد بيشوفوه بيقلدوا. فعلشان كمان يعني اي حد بيجي يتابع معايا نظام غذائي صحي، بقول لهم اكلوا الاولاد من الاكل اللي انا كاتبه لكم او من النظام اللي انتوا بتاكلوه. يعني ما تحمروش للولاد بطاطس محمره وانتوا بتاكلوها مثلا مشويه او مسلوقه، لا، عودوهم على الاكل الصحي عشان ما يطلعوش هم كمان. البطاطس المحمره دي لا تقاوم. لا والله لا والله، عشان بس يعني هو ده بقى. بص احنا اللي هو البينكي صوص ده، يا احنا هنخش كده بقى على الايه، الايموشنال ايتينج، الجوع العاطفي بقى. هو على طول كده احنا هنخش في حته ثانيه خالص. لا وانا ليه اعمل جوع عاطفي؟ انا باكل على طول، ما احنا كده بنفرغ بقى الطاقه بتاعتنا العاطفيه. سواء بقى زعلانين، فرحانين، متضايقين في الاكل، وده مش صح برضو. الاكل مش وسيله ان احنا نفرغ فيها طاقتنا، بس احنا بناكل علشان نعيش، مش بنعيش علشان ناكل. ايه اللي هيستورك يا دكتورة اسراء؟ ده احنا قبل ما بنتفق على المقابلة بنتفق احنا هناكل ايه. ايه اللي هيستورك؟ ايه هي المصريين كده؟ احنا هناكل ايه يعني؟ اللمة الايترز كلهم في لمتنا على اكلتنا يعني. ما هو ناكل اكل صحي، ما فيش مشكلة. طيب خلينا نتكلم في شك تاني، العمليات بقى اللي هي شفط الدهون، هل دي عمليات صعبة؟ احنا كده بقى هنزعل ناس مننا. لا 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 الصراحه والله. لا هي 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 يعني بصي، هي لازم دلوقتي وانا بكلمك، انا لسه كنت يعني في المقدمه بقول لو احنا كتبنا على الـ على الـ على الـ على الانترنت حاجات كتير، هيطلع حاجات كتير قوي. صح. واحنا دلوقتي بقينا ننتقي من على النت ايه اللي ينفعنا وايه اللي ما ينفعناش، وبدون الرجوع لاي دكتور. صح. ولكن ده موجود، علم موجود، والدكاتره بيمارسوه، وفي ناس كتير جربوه. على فكره نتيجه حلوه جدا. ايوه انا بقى عايزه اتكلم في الشق ده، ايه هي بقى العمليات بتاعت شفط الدهون دي؟ وهل هي على طول خلاص انت بتخرجي وبتبقى الدنيا تمام، ولا بتبقى ايه؟ لا لا. عمليات شفط الدهون دي طبعا تخص اخواتنا الاعزاء دكاتره جراحه التجميل. إيه الناس برضو اللي هي ما عندهاش مثلا صبر ان هي تعمل جلسات، او عملت انواع رضيء او ما جابتش معها نتيجة فزهقت، فعايزة ما بيبقوا احبطوا من دكاترة التغذية. صح صح، جالهم احباط. اه صح، ما انا معاكي فعلا. او دكاترة التغذية عقدوهم، او هم مثلا مش عارفين يكونترول موضوع الكريفنج بتاع الاكل غير صحي، فبالتالي الدهون بتتراكم عندهم في منطقة معينة، او المنطقه كبيره جدا، فهم برضو مع الجلسات ما وصلتش للشكل اللي هم عايزينه، فبيلجأوا للجراحه، جراحه التجميل. احنا برضو بنتكلم على جراحه التجميل للسنه الموضعيه. الموضعيه ماليش علاقه بال، انا مش دعوه بالتكميم والحاجات دي. لا لا، ولا البالون ولا الحاجات دي. احنا بنتكلم على جراحه التجميل للسنه الموضعيه اللي هو شفط الدهون، ايا كان بقى طريقته ايه. دي طبعا مش تخصصي، ولكن هي حلوه، بس بعدها بتبقى يعني متعبة شوية. في ايه بقى؟ بيفضلوا لابسين كرسي مثلا لمدة شهر. لازم 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 مساج لمفاوي عند دكتور متخصص بعد العملية. يعني دكاترة جراحة يعني التجميل. ايه مساج لمفاوي؟ يعني ايه مساج لمفاوي؟ بصي بقى، بعد عملية شفط الدهون بيبقى فيه سوائل وتورمات طبيعي بعد اي عملية. دي حاجة طبيعية جدا ملهاش علاقة بالدكتور. هو بيبقى شفط دهون ولا تفتيت دهون؟ لا شفط. بيوديها فين؟ بيخرجها برا الجسم. الجلسات بتاعتنا هي دي اللي تفتيت، والجسم بيصرفها لوحده. بيصرفها على ايه بقى؟ الجهاز الليمفاوي اللي في الجسم. بيصرفها يعني بياخدها كده ويوديها، يصرفها عن طريق اليورين او الاستول. بتنزل عن طريق اليورين والاسطول. وكل ما شربتي ميه اكتر. الجلسات اللي انت قلتي عليها اللي انت مش محبذاها قوي زي الميزوثيرابي. لا انا محبذاها، مش حابذاها. يعني تخصصي.
لا انا اقصد اللي دي رقم اتنين بعد الحقن. لا سواء حقن سواء حقن او جلسات الجسم بقى، سواء انت حقنتيه او حطيتي له جهاز، الجهاز الليمفاوي اللي داخل الجسم بعد ما الدهون بتتفتت بيصرفها بقى. يعني احنا بنكسر له الدهون والجهاز الليمفاوي اللي جوه بياخدها يصرفها. وكل ما شربنا ميه اكتر كل ما التصريف بقى افضل. يعني لازم ميه كتير. لازم 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 ميه كتير. وبيصرفه عن طريق اليورين او الاستول. طيب بعد العمليه بقى بيبقى فيه تورمات وسوائل زياده، الجهاز الليمفاوي اللي في الجسم لوحده مش بيبقى قادر انه يصرفها. فلازم بقى الدكتور متخصص هو مساج الليمفاوي هو اللي يشتغلها بطرق بقى كتيره، مانيوال واجهزه وممكن شفط بسرنجه معقمه لو السوائل زياده عن اللزوم. المايه اللي في الجسم بتتصرف ازاي؟ عن طريق برضو الليمفاتيك اللي هو انا اشرب ميه بقى. انت تشربي ميه عشان شرب الميه بيحسن من كفاءه الجهاز الليمفاوي اللي جوه الجسم. الميه اساس الحياه. الميه هي الحياه. هي الحياه. 70% من الجسم ميه ولازم تبقى ميه. طيب بالنسبه للسمنه الموضعيه والطريقتين اللي احنا اتكلمنا عنهم اللي هو يخص التغذيه او ال 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 التخصص بتاعك، سواء ميزوثيرابي او الجلسات بتاعه التفتيت، بتنفع مع كل الاجسام؟ بص يعني لو حد مثلا معدي ال 100 كيلو لازم ننزل الاول 10% من الوزن وبعدين نعمل جلسات. ليه بقى؟ ان مهما عملنا جلسات في الاول مش هيلاحظ الفرق. يعني لازم ينزل شوية عشان لما نيجي نعمل، هي هتنزل برضو بس مش هتبقى بالفرق اللي هو من جواه مرضي منها او ساتسفايد بيها. فلازم ننزل الاول 10% من الوزن وبعدين نبدأ الجلسات عادي خالص، مع بقى ايه استمرارية بقى ان احنا نخس كمان في الوزن، يبقى ده مع ده. لكن لو وزنه مع حد مثلا 70-80 كيلو وبالنسبة لطوله كويس، ممكن خلاص نبدأ الجلسات على طول من الاول. ده بيتحدد على اساس ايه؟ النسبه كام لكام؟ لا هبصي، هو كل حاله مختلفه عن التانية. فاحنا يعني البيشنت بيجي كده بندرسه، نقعد بقى نتكلم معاه، بتصحى امتى، بتنام امتى، شغلك امتى، بالليل. بحس ان دكاتره التغذيه دول بيبقوا دكاتره نفسيين، قبل ما يبقوا نقعد، وبعدين بنخش في مشاكل عائليه. لا الاكل نحكي بقى. الاكل بيبقى ليه علاقه بالنفسيه. طبعا في ناس يعني هم من كتر ما هم متضايقين مش عارفين يطلعوا طاقة الغضب اللي جواهم دي ازاي، فبيقوموا ياكلوا، فبنخش بقى في دايرة مغلقة تانية، بياكلوا فبيزيدوا في الوزن. احنا كمصريين فبيكتئبوا اكتر. نفرح بناكل، نزعل بناكل، خارجين بناكل، نتخانق بناكل، بنكافئ ولادنا بالاكل، اعمل كذا يا حبيبي ولو بقيت شاطر هجيب لك البيتزا مثلا، هجيب لك كاندي، هجيب لك تشوكليت. للاسف. طيب ارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاس ام اس 1-90-9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. هنروح نسمع الاغنيه ونرجع تاني لحضرتكم، ولسه مكملين معاكم في حلقه جديده. وارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاس ام اس 1-90-9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. ومعانا الدكتوره اسراء منصور، اخصائيه التغذيه العلاجيه والتخسيس. كنا اتكلمنا عن السمنه الموضعيه، عايزين بقى نتكلم عن الحقن اللي منتشرة هذه الأيام، وأسعارها بقى، الأسعار المتفاوتة دي، الخزعبلية دي. هي بتبقى عبارة عن إقلام صح؟ هو ألم زي ألم الإنسولين كده، بيتاخد في البطن أو في الدراعات تحت الجلد يعني. هي منتشرة بقى لها قد إيه؟ بقى لها كذا سنة. لكن بس هي ليه سمعت قوي اليوم اللي فات؟ سمعت قوي لأن هي أصلا الأدوية دي كانت معمولة لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني، فاكتشفوا ان اللي كانوا بيتعالجوا مرضى السكر من النوع الثاني اللي كانوا بيتعالجوا من الادويه دي، ان وزنهم نزل وان هم شهيتهم قلت او اتفادت او اتقفلت. فقالوا طب خلاص، طب لما نستخدمها بقى في الايه، في نزول الوزن عامه، حتى لو حد مش عنده مرض السكر. فبدات بقى تنتشر من الايه، من المنطلق ده. وهل نفعت؟
يعني هل اتعمل عليها بقى بعديها ابحاث؟ هو طبعا هي كويسه جدا بس برضو ما تنفعش لكل الناس ومش كل الانواع. يعني اقوى نوع مثلا واللي هو اغلى نوع مش هنقول اسمه بس هو مثلا معدي 20,000 او ممكن يوصل ل 25,000 كمان. القلم الواحد بيكفي مثلا شهر ولا حاجه. يعني انت بتضطري تجيبي اكتر من قلم عشان توصلي مثلا للوزن اللي انت عايزاه. ده الماده بتاعته اسمها تيرز ابيتايد. الماده دي اقوى حاجه في سد الشهيه وكمان بتقلل مستوى السكر في الدم. معنى كده ان اللي هياخدها لازم يخلي باله من اكله وياكل اكل صحي ويدخل فاكهه واكل يكون السكر او المؤشر الجسيمي بتاعه متوسط علشان يحافظ على مستوى السكر في الدم علشان ما يلاقيش نفسه مره واحده اغمى عليه او هبط او سكره وطي. فلازم يخلي باله من الموضوع ده. هل هو يعني الحقن دي بتحسن من التمثيل الغذائي؟ او بتحسن من التمثيل الغذائي وبتحسن كمان من حساسيه الانسولين. الناس اللي عندها انسولين ريزيستنس بتحسنها برضو. بس النوع ده مش موجود قوي في مصر لانه غالي جدا. واللي بيجيبه في مصر بيجيبه من بره مصر. اللي بقى موجود في مصر نوعين تانيين. نوع مثلا نقول في رينج 7-8,000 ده الماده الفعاله بتاعته السيماجلوتايد. ده برضو كويس. ونوع تاني في رينج 2000-2000 وشويه ده الماده الفعاله بتاعته الليرا جلوتايد. الاتنين كويسين. طيب قبل ما ننتقل من النقطه دي هل هو خلاص انا باخده بخس واكل اللي انا عايزاه براحتي؟ لا بصي هي بتسد الشهيه. بتسد الشهيه يعني بتخليكي الاكل قدامك بس انت مالكيش نفس تاكلي. في ناس بقى طبيعتهم اللي احنا نرجع تاني نقول الجوع العاطفي. هم مش جعانين بس قاعدين زهقانين. طب خلاص هلقط اي حاجه كده فبتاكل اكل كميته قليله ولكن سعراته عاليه. يعني تاكل مثلا شوكولاتايه صغيره يعني كميتها قليله ولكن سعراتها عاليه فبالتالي مش هتخس في الوزن. انا دكتوره اسراء ليه بسال السؤال ده؟ يعني هل مع الحقن دي لازم يبقى في نظام غذائي معين؟ لازم نظام غذائي صحي. ما ينفعش اقطع الاكل خالص. يعني في ناس بقى طالما هي بتسد الشهيه ممكن يقعد بقى طول اليوم ما ياكلش خالص وده برضو غلط. احنا بس الناس بتستخدمها او المفروض برضو محدش ياخدها من دماغه. لازم يبقى متابع مع دكتور لان ليها جرعات معينه. وفي نوع بيتاخد كل يوم وبتزيد جرعته كل اسبوع ونوع تاني بيتاخد مره كل اسبوع وبيزيد جرعته كل شهر. فما ينفعش الناس تنزل تشتريها كده من دماغها علشان بنت خالتها جابته فخست عليها فتنزل مع نفسها. اما ده بقى بيناسب كل الناس كل الاجسام كل الاوزان؟ بس برضو لو حد عنده مشاكل صحيه لا. زي ايه؟ زي مثلا بعد شرع عن الجميع الكانسر. لو حد اصلا مريض سكر فلازم اللي يكتب له دكتور البطنه بتاعه او دكتور السكر. طب انت قلتي انها بتعالج السكر. ما هو مثلا ده مريض سكر فبياخد علاجات للسكر. فاللي يظبط له بقى الادويه دي الدكتور الخاص بتاعه. يعني لازم دكتور بطنه او سكر مع دكتور التغذيه. دكتور كمان البطنه او السكر هو اللي يكتب له الجرعات اللي ياخدها ويكتب له ينفع ياخدها ولا لا. لان هي بتتفاعل مع ادويه تانية ادويه سكر تانية فما ينفعش ياخد الاتنين مثلا مع بعض. ده بالنسبة لمريض السكر. لو مش مريض سكر بنشوف برضو مشاكل الكبد والكلى عنده كويسة ولا لأ. لو حد عنده حصوات في المرارة مثلا أو حصوات في الكلى برضو ما ينفعش ياخدها. الأطفال برضو لأ. الحوامل والمرضعات برضو ما ينفعش ياخدوها. طب انت قلتي الأدوية دي بتيجي من برا هل هي مصرحة؟ واخدة ال لأن في أدوية تحت واخدة ال FDA أبروف اللي هو هيئة الغذاء والدواء. واخدين الأبروف بتاعها على كل الأنواع سواء الغالية أو التلات أنواع أو اللي هما التلات المواد الفعالة دي واخدة الموافقة بتاعة ال FDA أبروف هيئة الدواء هيئة الغذاء والدواء. هيئة الدواء والغذاء بتدي الموافقة على أي أساس؟ إن هو مش مضر بأي لا هم ليهم بقى طريقتهم. يعني هم اكيد بيدرسوها على حالات كتير ويشوفوا يعني هم ليهم بقى ده شغلهم الخاص بيه وعلى اساسه يدوا الموافقه بتاعتهم او لا. لكن التلاتة دول لا واخدين ال FDA approval. الحقن دي بتشتغل بعد قد ايه؟ من اول يوم بتاخدي الجرعه بتحسي خلاص على طول يوميها ان انت في نفس اليوم. ما في نوع بيتاخد كل يوم
وفي نوع بيتاخد كل اسبوع. انت مجرد ما خدتي يعني الالم ده انا بجيبه كل يوم ولا لا. الالم ده بيبقى ليه جرعه؟ بيبقى فيه عدد وحدات معين وكل يوم بتاخدي الجرعه بتاعتك. في الم ممكن يقعد بتزيد على حسب وزن الجسم. لا هي احنا بنبدا بالجرعه القليله سواء انت وزنك عالي او وزنك قليل بتبداي بالجرعه القليله علشان ما يعملش غثيان او اعراض جانبيه. فاحنا بنبدا بجرعه قليله وبتزيد على حسب بقى ايه اعراض جانبيه تانية غير الغثيان. ممكن غير الغثيان احنا قلنا ممكن لو حد مثلا عنده مشاكل في المعده ممكن تقلب بفوميتنج بترجيع. احنا قلنا برضو انخفاض السكر في الدم. إيه ممكن في حالات ظهر معاها صداع وحالات تانية كتير لا. إيه غير كده صداع كام يعني؟ صداع ولا صداع نصفي؟ على حسب يعني في حالات ظهر معاها صداع نصفي وحالات صداع عادي مش في جزء معين في الدماغ. بس دي يعني نقول توتال دي الاعراض اللي ظهرت مع الحالات اللي احنا شفناها على ارض الواقع مع الحالات. هل الرياضه مع الحقن بتفرق؟ اه طبعا الرياضه مع اي حاجه سواء انت عندك مشكله صحيه او لا هي مفيده لكل الناس. وشرب الميه برضو مفيد جدا لكل الناس وده اساس مع اي حاجه. هو خلي بالك بقى في حاجه ان احنا الادويه ايا كانت الادويه ايه حقن او تابلتس او عمليات حتى التكميم او عمليات شفط الدهون او جلسات التخسيس الموضعي احنا كل ده وسائل ان احنا بنوصل الناس لبدايه الطريق. احنا تمام وصلناك للوزن اللي انت عايزه والشكل اللي انت عايزه حافظ بقى يا معلم وانت كده نفسيتك تمام مبسوط ومرضي خلاص حافظ بقى على اللايف ستايل بتاعك ان احنا بنعوده يبقى نظام صحي. لكن انت بعد ما نوصل للي احنا عايزينه ورجعت تعك تاني في الاكل او تلخبط تاني في الاكل هترجع تزيد تاني. ناس كتير جدا بتجيلي كانت عامله عمليات تكميم ورجعت زادت تاني وفي ناس زادت اكتر من قبل ما تدخل عمليه التكميم. ليه؟ لان هي محافظتش على اللي الدكتور اشتغله لها. محافظتش ولا العمليه باظت؟ لا العمليه مش بايظه هي العمليه ان هي بتصغر حجم المعده. فبتدخلي كميه قليله فانت كده بتدخلي نفس برضو فكره الادويه بتسد الشهيه فبتيجي تدخلي كميه الاكل كميه قليله. اللعب كله بقى في السعرات. هل نقدر نقول ان الحقن دي حلت محل العمليات بتاعت التكميم والتدبيس والحاجات دي؟ اه طبعا هي افضل يعني العمليات للحالات اللي هي مش قادره تسيطر خالص او وزنها زاد مثلا فوق ال 150 ومأثره على صحتها او حتى لو اقل من 150 بس عملت لها كومبليكيشنز ومضاعفات. انت تقصدي ان الحقن دي ما تنفعش مع الاوزان ال 150 والاعلى؟ تنفع بس في حالات حصلتها مضاعفات يعني عملت لها مشاكل في القلب دي لازم نخش عمليات. علشان خاطر ما نأثرش على حاجه تانية يعني الوقت بيبقى مهم. ارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66 الاس ام اس 1-90-9 صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 يعني موضوع التخسيس وال بحر. مكملين معاكم في حاله جديده وارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66 الاس ام اس 1-90-9 صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90. يعني موضوع الدكتوره اسراء موضوع الفيتامينز ومن بعد الكورونا بقينا كلنا بناخد الفيتامينز على عماله على البطاريه يعني. مشكله الموضوع المالتي فيتامينز دي. اه الفكره كلها ان الناس فاكره ان المالتي فيتامين لما بناخدها بتعلي الفيتامينز اللي عندنا في جسمنا. تمام المعلومه بقى دي غلط. هي المالتي فيتامين بتحافظ ان النسب الفيتامينز اللي في جسمنا ان هي ما تقلش. لكن لو حد عنده نقص في فيتامين لازم ياخد له دواء مخصوص ليه هو. يعني لو حد مثلا عنده انيميا لازم ياخد حديد لوحده مش الحديد اللي في المالتي فيتامين. ما يحسبش؟ لا طبعا ولا هيعلي النسبه خالص. خالص. ف دي من الاخطاء الشائعه اللي الناس فاكراها. زياده الفيتامينز في الجسم بتعمل ايه؟ ما هي المالتي فيتامين مش هتزودها اصلا. مش هتزودها وما تاخدش بقى انت مثلا علاج نوع لوحده يعني ما تاخدش مثلا مغنيسيوم لوحده ما تاخدش حديد لوحده منك لنفسك كده لازم تعمل تحليل الاول وتشوف هو فعلا ناقص عندك ومحتاج تاخد ولا لا. يعني في ناس مثلا عشان بيجي لها شويه دوخه يقولك ده انا عندي انيميا فيجيب شريط حديد ولا علبه حديد ياخدها وهو كده بقى كده تمام بقى بيعالج. افرض اصلا انت الدوخه دي ليها سبب تاني غير الانيميا وما عندكش انيميا
فده كده بيبقى غلط. لازم تعمل الاول تحليل علشان تتاكد ان الفيتامين ده عندك قليل ولا لا. طب على ذكر الحديد، ايه الفرق ما بين الحديد الحيواني والنباتي؟ الحديد الحيواني اللي بيبقى موجود في اللحوم الحمراء، في اللحوم البيضاء، في الاسماك، منتجات الالبان. الحديد النباتي اللي موجود بقى في النبات زي السبانخ، البقوليات، الملوخيه، الخضروات، الدكنه، الحاجات دي كلها موجوده فيها. بروكلي فيه حديد. بروكلي فيه حديد. اي نوع فلفل؟ اي نوع فلفل؟ لا، الاحمر ولا الاصفر ولا الاخضر؟ الداكن الاخضر. الاخضر في نسبه اكتر، اللي هو البلدي بتاعنا العادي. اه بالظبط. بس لو اتاكل مع محشي برضو يدي المفعول. بص، محشي على فكره مش ممنوع في الدايت عادي، ما ناكل محشي عادي بس بكميه قليله. تراجع يا دكتور. المحشي وبشاميل بياكل حاجات حلوه والله في الدايت عادي. كميات قد ايه بقى؟ معلقه كده صابع محشي يعني؟ محشي لا، محشي مثلا من 6 ل 9 صوابع محشي كده، مع دي طيبه قطعه البروتين كده والسلطه. يا دكتوره اسراء طيبه قوي يا جماعه والله. ده حلو والله. يعني هناكل محشي؟ هناكل محشي خالص وكل حاجه، وهناكل بشاميل وجلاش، ونبعد عن المقليات بس. ارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاسم اس 1-90-9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90، ولسه مكملين مع الدكتورة اسراء منصور. وعلى فكرة احنا مش هنسيبها لما تقول لنا يا جماعة اسرار كتير ونظام غذائي كده نحاول نمشي عليه. هنروح نسمع الاغنية ونرجع، ولسه مكملين معاكم في حلقة جديدة. وارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاسم اس 1-90-9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90، ومعنا الدكتورة اسراء منصور، دكتورة التغذية العلاجية والتخسيس. دكتورة اسراء، يعني احنا اتكلمنا عن الحديد النباتي والحيواني، ايهما احسن؟ الحيواني بيمتص في الجسم اسرع. طيب في تريكه بقى كده علشان نحسن من امتصاص الحديد، سواء يعني بقى الحيواني احسن اسرع. فهو افضل. تمام. طيب التركه بقى علشان يعني اللي ما بيحبش السبانخ ما ياكلهاش، اصل دايما الامهات كله سبانخ، كله سبانخ عشان الحديد اصلا. نسبه الحديد فيها مش قوي قوي برضو. نسبه الحديد فيها مش اللي هو يعني هيعالج الانيميا. بس السبانخ حلو. ما بتاكلهاش عشان كده قلت النبات. ليه بتوطي صوتك؟ انا بحب عشان اطلع البصر على طول. التركه بقى ان احنا ممكن ناخد عصير برتقال او ليمون بعد الاكله اللي فيها حديد علشان تحسن من امتصاص الحديد اكتر. طيب لو حد عنده انيميا هيحتاج طبعا ياخد معاها كمان دواء. نبلع الدواء مش بميه، بعصير برتقال او ليمون، هيحسن من امتصاص الدواء اكتر في الجسم. امال ايه المعلومه بقى اللي هي بتاعت خد الليمون قبل الدواء او بعد الدواء بفتره؟ اصل الليمون بيضيع مفعول الادويه. لا، الحديد بالذات. الحديد علشان يمتص بشكل اكبر في الجسم، اصل انت ممكن تاخديه وما يمتصش بشكل كويس في الجسم. ده بيبقى راجع لايه؟ الفيتامين سي بيعزز من زياده امتصاص الحديد في الجسم. فده موجود في الحديد عصير فقط. الحديد فقط، فده موجود في البرتقال والليمون. حلوه التركيه دي، ايه رايك؟ جامد. طيب موضوع البكتيريا النافعه بقى، يعني موضوع البكتيريا النافعه وعلاقتها بالجسم. بصي بقى، البكتيريا النافعه دي اللي هي البروبيوتيك، دي بتبقى موجوده في الجسم وبالاخص في الجهاز الهضمي، بتحسن بقى من حركه الامعاء وبتحسن من عمليه الهضم. كمان بتحافظ ان الجسم ما يجيلوش دور الدياريه الاسهال. لو حد مثلا عنده القولون العصبي برضو بتحسن من علاجه. بتعزز المناعة جدا، لان دي بكتيريا. يعني بس ليه علاقة بالجهاز المناعي؟ عشان كده دايما يقولوا لو حد تعبان وبياخد مضاد حيوي، هي المضادات الحيوية بتقتل البكتيريا الضارة، ولكن برضو بتقتل النفعة كمان. فعشان كده تلاقي الواحد مناعته لما بياخد مضاد حيوي بيتعب. البكتيريا النافعة دي مفيدة للطفل من اول الولادة؟ ما هو بصي، هي كده موجودة في الجسم، هي مش تابلتس هناخدها الا اذا لو حد بقى لا عنده هي مشاكل. بتتكتب للاطفال الرضع كقطرة درابس؟ لا مش بتتكتب والله. في بيقول يبقى هو على حسب بقى مناعة الطفل ودكتور الاطفال بيحدده هو فعلا محتاج ياخدها ولا لا. ما احنا قلنا لو الجسم كويس
ما نديلوش حاجة. احنا ليه بنقعد ندخل حاجات صناعية الا اذا لو الحاجة دي قليلة في الجسم والجسم محتاجها فبنساعدها يعني بالادوية. يعني بيبقى على حسب الجسم محتاج ولا لا. اه بالظبط. لكن مش الطفل اتورد يلا ادي بقى في حاجات من كده لا. طيب بالنسبة للرجيم وأنواع الرجيم وخرافات الرجيم عايزين سريعا كده ندي شوية تركات ازاي ان احنا نحافظ على جسمنا. انا اكتر خرافة الناس بتقولها من زمان جدا لو شربت ماء في وسط الاكل هيطلع لك كرش. دي خرافة لا صحة لها من الاساس. المية لو شربتها في وسط الاكل هتسد الشهية ان هي تملى جزء من المعدة وهتحسن من عملية الهضم. فانا بقول لكل الناس من موقعي هذا اشربوا ميه يا جماعة وسط الاكل وقبل الاكل عادي. هي كويسة ومفيدة جدا. دي واحدة من الخرافات. تمام. التركات التانية ان احنا هنقلل كمية الاكل تدريجي. ما تجيش انت متعود على كمية معينة وتقوم قطعها خالص مرة واحدة. ما تبقاش انت عندك كريفينج للرز والعيش والمكرونة بكمية كبيرة جدا وتقوم مرة واحدة منعها وقطعها خالص. هتدوخ وهتتعب ومش هتستحمل ان انت تمشي عليها مدى الحياة. فبالتالي لما توصل الوزن اللي انت عايزه وترجع بقى تاني تاكلهم هتزيد. فاحنا احلى مدرسة في جميع انواع الدايت الاعتدال اللايف ستايل تشينجينج. احنا بنغير اللايف ستايل بتاعنا. لو انت ما عندكش مشكلة صحية في حاجة يعني لو انت مثلا مريض سكر لا ليك نظام بنمشي عليه. مريض ضغط ليه نظام بنمشي عليه. لكن لو حد كويس وصحته كويسة وما فيهوش حاجة لايف ستايل تدوق من كل حاجة. لو حاجة غير صحية دوق منها بس عشان ما تبقاش حارم نفسك منها ومش كل يوم. غير كده عود نفسك على الأكل الصحي. عود أولادك على الأكل الصحي. طب المشاريب الرياضة. اللي هي الديتوكس المية واللي حط عليها ليمون ونعناع ومش عارفة بتاع كذا مش مضرة كويسة بس مش بتخسس. مال بتعمل ايه؟ بصي احنا ما احنا قلنا مفيش حاجه بتخسس وحاجه بتخسس. مش هتقربع فيها بالصبح وبالليل وحطها جنبها. بيخسوا شفتيهم نزلوا في الوزن. ايوه. طب يعني ايه يعني دي خرافه مثلا ولا هم معتقد؟ بصي في ناس بتبقى معتقده زي مثلا الادويه اللي قلنا عليها من شويه. هم معتقدين ان طالما اخدوا الدواء ده او شربوا الميه الديتوكس دي ان هم كده هيخسوا مهما اكلوا بقى. لا احنا الحاجات دي عوامل مساعده ولكن مش علاج اساسي. بتملى البطن مثلا فالواحد ما يحسش بالجوع. بالظبط كده. شرب الميه عامه سواء بقى ميه عاديه او ميه عليها ليمون وخيار ونعناع والكلام ده. وبرده في حاجه ما نمشيش عليها باستمرار او ما يبقاش في استمراريه عليها. ليه بقى؟ الحمضيات الزياده عن اللزوم دي بتتعب المعده. القرفة على الجنزبيل كل يوم على الريق دي بتبهدل المعده. يعني للناس اللي عندهم مشكله بقى ولو مش عنده مشكله هتتعب. على المدى الطويل هتتعبها. فالقرفه مثلا على الجنزبيل دي بعد وجبه اساسيه مش على الريق كده مش على معده فاضيه ومش كل يوم. لو حد مثلا عنده مشكله في السيوله ما يشربهاش. الشاي الاخضر حلو جدا حلو جدا جدا ومش بيضر المعده ولا حاجه بس بينزل المياه في الجسم. فلو حد عنده ضغط واطي هتبهدله. فما يشربش شاي اخضر. شاي اخضر بسكر؟ لا. شاي اخضر بسكر هيتخنه كده. بعسل ماشي. بعسل بس يعني ماكسيموم معلقه او معلقتين صغيرين أنا مش في اليوم كله. المشروبات اللي بعسل ليه؟ بالعكس ده مفيده يعني جدا. بتغير اللون لا ده مفيده. بالعكس العسل مفيد عن السكر. نفس السعرات الحراريه. بس مفيد. ينسون بيخسس؟ مش حاجه بتخسس وحاجه بتتخن. ما انت قلتي نعناع هو ماشي معانا كويس يا دكتور. انا بقول كويس ومفيد للجسم لكن مش بيخسس. ما هو لما بينزل الميه اللي في الجسم لو مع لايف ستايل او مع نظام دايت طالما بينزل الميه اللي في الجسم يبقى بيخسس. مع افرضي احنا دخلنا سعرات حراريه تانية وزودنا دهون نزلنا ميه زودنا دهون لازم نظام غذائي. ايوه مش هنخس. يعني دي كلها عوامل مساعده. كل ده بحوالي نسبه قد ايه؟ حتى العمل انا قلت لك حتى العمليات حتى الادويه حتى الجلسات كل دي عوامل مساعده. اصل في ناس تقعد تاكل وتبقى يعني عندها شراهه في الاكل ويقول لك اصل انا هشرب شاي اخضر اصل انا هتعشى زبادي بليمون. انا ببقى مستغربه جدا. مش بيخس. لازم لايف ستايل في الاكل صحي. قفلتينا كده في اخر الحلقه. لا ليه؟ طب سريعا كده يعني سريعا في اقل من خمس ثواني
نصيحة مهمة قوي قوي تقوليها لكل مستمع راديو 99؟ اشرب مية، رياضة كل يوم نص ساعة ان شاء الله، حتى مشي او تمارين في البيت مع اكل صحي بس كده. ما عدلتي الكلام اول ما قلتي لي رياضه تخضيت، بس يعني خلاص يعني ممكن رياضه في البيت. اه طبعا عادي رياضه يعني في البيت عادي. ماشي. هو احنا اصلا بنمشي ننهج في البيت، ده اجهاد كل الامهات ماشيه بتنهج في البيت، فالموضوع مش محتاج رياضه. لكل مستمع راديو 99 بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا في حاله جديده. اشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله من الساعة 12 إلى الآن. وشكرا جدا للدكتورة إسراء منصور اللي منورانا النهاردة.